نواة مشروع تكاملي علمي عراقي أردني بدأت أولى خطواته بتوقيع اتفاقية إنشاء كلية الابتكار التي وقعت من قبل الوفد الأردني الرفيع المستوى مع وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى خطة لربط الجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز البحث ضمن معايير مشتركة بين البلدين. اليوم حقيقة الانتصار الثاني هو استقطاب أحد الأقطاب وأحد القامات الأردنية، العلامة الدكتور طلال أبو غزالة، العالم العلمي الاقتصادي. حقيقة هذه الزيارة كانت لها نتائج مثمرة، ليس فقط أنه هناك توقيع اتفاق على استحداث أنه كلية الإبداع والابتكار التي ستكون نواة لوزارة تعليم عالي مبدعة مبتكرة. أنا اليوم أشعر بفخر واعتزاز بأننا وقعنا اتفاق لإنشاء كلية طلال أبو غزالة للإبداع في بغداد. أنا لا أنظر إلى هذا الاتفاق إنه مجرد اتفاقية لإنشاء كلية، هو بذرة ستنتقل إن شاء الله لكافة أقطار الوطن العربي، هو أيضا رسالة بأن هذا الوطن يجب أن يتحول إلى الإبداع. ثلاثة أيام زار خلالها الوفد الأردني مختلف الوزارات والجهات الحكومية، شملت على اتفاقات مبدئية في قطاعات اقتصادية وعلمية وبحثية لتأسيس شراكة عربية أولى خطواتها في بغداد وتمتد لتشمل جغرافيا الوطن العربي. لما يكون طلال أبو غزالة يفتح كلية ومركز للغات ومركز لتنمية المهارات التقنية في بغداد بإشراف وزارة التعليم العالي، هو دليل ثقته بهذا القطاع وبقيادة الوزارة. هذه الزيارة التي كانت ثمرة لقاءات سابقة ستكون بحسب الطرفين العراقي والأردني بداية حلقة وسط علمي لربط جودة التعليم والبحث العلمي بمشروع عربي يبدأ بقطاع التعليم وينتقل إلى مختلف الجهات الحكومية ضمن مشروع موحد يشمل البلدين. عمار ماهر، قناة دجلة، بغداد.